وفي سياق متصل تواجه قناة الجزيرة القطرية تهديدات دولية بمنعها من تغطية وقائع مونديال كأس العالم لعام 2018 و2022 نتيجة ممارساتها السلبية وتنفيذها لأجندات النظام القطري الحاضنة للإرهاب منذ تأسيسها، كما شهدت أروقة الكونغرس الأمريكي تحركا مستمرا لإخضاع الإعلام القطري للمساءلة القانونية بعدما وجه عضوان في الكونغرس خطابا لوزارة العدل للمطالبة بالتحقيق في أنشطة وسيلة إعلامية قطرية وتسجيلها تحت ما يعرف بقانون العميل الأجنبي كونها مملوكة لدولة وليست مستقلة.